بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله النهاردة هيبقى عبارة عن سيكشن عن تصميم الأبعاد المشتركة Rectangular Combined Footing. هنستعرض إن شاء الله مثالين سريعا يوضحوا جميع الأفكار الممكنة. المثالين دول هيبقوا تطبيقين مباشرين على ال Combined Footing. الدكتور محمود شرح لكم ال Combined Footing بالتفصيل واداكم عليها أمثلة. احنا إن شاء الله النهاردة هنكمل مثالين كمان بحيث إن احنا نكون غطينا جميع الأفكار الممكنة. المسألة الأولانية بيقول لك design a combined footing for exterior column، مديني عمود خارجي وعمود داخلي. العمود الخارجي أبعاده 40 في 40، الحمل بتاعه 90 طن، والعمود الداخلي 60 في 40، والحمل بتاعه 140 طن. المسافة بين العمودين 4.5، كام؟ 4.5 متر. مديني المسافة من وش العمود الخارجي من وش العمود الخارجي لحد حد الجار اللي عندي 40 سنتي. من وش العمود لحد حد الجار 40 سنتي، وانا عندي اصلا العمود الخارجي 40 في 40، يبقى المسافه من سنتر العمود لحد حد الجار 60 سنتي. مديني البيرنج بس بتاع التور 1.5 كيلو جرام على سنتيمتر مربع، ومديني جميع الداتا الممكنه بتاعه الخرسانه والحديد الاف سي 70 والاف اس 2000، وبناء عليه بقيه القيم بتاعه الكيو شير وكيو بانشنج وكيو 1 وكيو 2 انا كده كده اوريدي ايه عارفها. اول حاجه بنعملها ان احنا عايزين نجيب محصله الاحمال بتاع الحملين. انا دلوقتي عندي حملين، حمل 90 طن وحمل 140 طن، اكيد المحصله بتاعتهم مش في السنتر ما بينهم، فانا عايز اجيب المحصله ما بينهم. اعمل ايه؟ اخد العزم عند عمود او اخد العزم عند حمل منهم والاش الحمل التاني، بحيث انا هاخد العزم مثلا عند الحمل اللي هو عنده 90، فيبقى المومنت عباره عن ايه؟ 140 في 4.5، يبقى 140 في 4.5 هتساوي كام؟ هتساوي مسافة اكس انا مش عارفها في المحصلة اللي ار. طب المحصلة عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجموع الحملين ال 90 وال 140 يديني 230. يبقى انا دلوقتي عندي المسافة اكس هتساوي ال 140 في ال 4.5 على ال 230. طلعت المسافة اكس اللي هي المسافة من مكان المحصلة لحد المكان اللي انا واخد عنده العزم اللي هو 90 طن حوالي 2.74 متر. طب دي المسافة من هنا لهنا. طب انا دلوقتي عشان اعمل ديزاين لاي منشأ او اي عنصر، بجيب ابعاد خرسانية طول عرض سمك، وبجيب كمية الحديد اللي موجودة فيه. ده الديزاين بالنسبة لنا. فانا دلوقتي عايز اجيب الطول. انا دلوقتي عرفت مكان المحصلة فين بالظبط. انا عايز اخلي مكان المحصلة ديت هي سنتر القعدة، يعني الجزء اللي على اليمين ده يبقى إيه اللي على الاثنين، والجزء اللي على الشمال ده يبقى إيه اللي على الاثنين. طب انا عارف اني جزء منهم، انا عارف ان الجزء اللي على الشمال لان انا جبت المسافه اكس ديت، وعارف المسافه لحد حد الجار، ودي المسافه اللي انا اكبر مسافه اقدر اوصل لها، ما اقدرش اوصل لاكتر من كده عشان هيقابلني ايه الجار بالنسبه لي. فانا عندي الاثنين 74، لو زودت عليها 60 سنتي اللي هي من سنتر العمود لحد حد الجار تديني 3 متر 34، يعني لو زودت عليها 60 سنتي تديني 3 متر 34. طب الكلام ده تمام. طب انا دلوقتي 3 متر 34 لو ضربتها في 2، لو ضربت البعد ده في 2 يديني الطول بتاع القاعدة بالكامل، هيطلع 6 متر 68. يبقى انا دلوقتي عشان اجيب طول القاعدة، اول حاجة بجيب مكان المحصلة. بعد ما اجيب مكان المحصلة بخلي المحصلة في نص القاعدة بالظبط، بحيث ان الجزء اللي على الشمال اللي على الاتنين، والجزء اللي على اليمين اللي على الاتنين. طب انا دلوقتي جبت الطول بتاع القاعدة طلع 6 متر 68. طب انا محتاج البعد التاني اللي هو العرض. طب اجيب العرض منين؟ هجيبه من البيرنج كاباستي. هو مديني البيرنج كاباستي بكام؟ 1.5. فانا لو خدت المحصله قسمتها على البيرنج كاباستي، لو خدت المحصله قسمتها على البيرنج كاباستي اللي هي 1.5 بقت 15 طن على المتر مربع، تديني المساحه. طب المساحه دي عباره عن بعدين طول وعرض، انا عارف بعد منهم، محتاج اجيب البعد التاني. انا عارف اني بعد، انا عارف الطول اللي انا لسه جايبه اللي هو 6.68. يبقى انا دلوقتي لو خدت المساحه قسمتها على طول هيديني الايه العرض اللي هو 2 متر 30. يبقى دي اول خطوه في الديزاين، ان انا جبت الابعاد المبدئيه بتاعه الخرسانه بحيث تخلي لي محصله الاحمال اللي موجوده قدامي في سنتر القاعده، بحيث يديني اجهاد ايه منتظم. انا دلوقتي لو الاجهاد منتظم بيبقى الدنيا اسهل كتير في التصميم، انما لو انا مجبر ان الاجهاد ما يبقاش منتظم هلاقي الاجهاد مثلا شبه منحرف او مثلث، هيبقى اصعب في التصميم، وخصوصا ان انا عندي حملين مش حمل.
انا بعد ما جبت الابعاد محتاج اشوف الكي او اكشوال اللي هتنتج عندي. انا دلوقتي الابعاد اللي انا جبتها قربت فيها شويه، هل ال 15 طن اللي هو البيرنج كاباسيتي اللي كانت موجوده عندي هتفضل زي ما هي ولا اكيد هتقل شويه لان انا مقرب في الابعاد. اخد ال 230 تاني اقسمها على المساحه الفعليه اللي انا اخترتها اللي هي كانت 2 متر 30 عرض و 6 68 كطول، اداني اجهاد 14.97. الطبيعي اللي متوقع ان هو يطلع ايه اقل من ال 15 بشويه، وده منطقي. الخطوه الثانيه انا عايز اعمل ديزاين. طب عشان اعمل ديزاين محتاج ستريننج اكشن، يبقى انا دلوقتي عندي سيستم. السيستم ده هيبقى بالشكل ده. السيستم ده عباره عن ايه؟ عباره ان انا عندي حمل 90 طن وحمل 140 طن، المسافه ما بينهم 4.5 متر، عندي المسافه من وش العمود لحد الاخر 40 سم، ومعايا بقيه الابعاد التانيه ومعايا الطول بالكامل. فانا معايا السيستم ده عايز ارسم له الاحمال، ارسم له المومنت، وارسم له الشير. عشان المومنت والشير هعمل بيهم ايه؟ هروح اصمم بيهم القطعات بتاعتي عشان اعرف السمك وكميه الخرسانه وكميه الحديد اللي انا محتاجها. فانا معايا السيستم زي ده، عارف فيه الابعاد، الطول ده كله 6.68، معايا ال 140 طن، معايا 90 طن، معايا المسافات كلها معلومه اقدر ارسمها. محتاج الحمل. طب الحمل ده يبقى عباره عن ايه؟ انا عارف ان الكيو اكشن انا لسه جايبها كانت 14 79 97، بس الكيو اكشوال دي كانت متوزعه على المساحه كلها. طب انا دلوقتي واخد ستريب بالعرض كله، فعشان احولها من طن على المتر مربع لطن على المتر الطولي هعمل ايه؟ هضرب في العرض. يبقى انا اخد العرض اللي عندي اضربه في الكيو اكشوال يديني 34 43 طن على المتر الطولي، يبقى انا اكني ركزت الحمل بدل ما هو كان على المساحه، لا ركزته خليته ايه على المتر الطولي. يبقى انا دلوقتي عندي مساله استراكشر مبسطه جدا، فيها حملين وفيها حمل يونيفورم. طبعا لو الحمل ده ما كانش يونيفورم كانت المساله هتبقى اصعب بكتير. محتاج اللي انا اعمل ايه؟ محتاج ارسم الشير وبعدها ارسم المومنت. احنا لما بنيجي نصمم القطاعات بنصمم بنحسب الشير والمومنت مش في سنتر العمود. احنا دايما في الاستراكشر كنا بنرسم عند السنتر عشان انا بتعامل مع احمال فقط، انما دلوقتي انا بتعامل مع عمود او بتعامل مع ابعاد خرسانيه، فانا لما باجي احسب بحسب عند وش الاعمده. يبقى انا دلوقتي هحسب عند وش العمود ده، عند وش العمود ده، عند وش العمود ده، عند وش العمود ده، مش هحسب عند سنتر العمدان. طب انا عايز احسب الشير على وش العمود ده. طب ايه اللي هيعمل شير على وش العمود ده؟ هل 90 طن دي داخله معايا؟ لا لسه، ما تاثيرها لسه ما ظهرش. فايه اللي هيكون تاثيره معايا؟ الحمل اللي تحت ده. يبقى انا عندي حمل 34 43 طن على المتر الطولي هيتضرب في مسافه 4 من 10. يبقى ناخد ال 34 وشويه اضربها في ال 4 من 10 هتديني 20.6 من 10. يبقى الشير في الجزء ده 20.6 من 10. طب فوق بقى ولا تحت؟ انا دلوقتي الحمل دلوقتي جاي من تحت لفوق وانا برسم من الشمال، يبقى الحمل بيقول لي اطلع فانا هلتزم باللي بيقول لي واطلع معاه. لو كنت برسم من الناحيه التانيه لا كنت همشي العكس. طب لو احنا عايزين نرسم الكابولي ده مثلا، انا دلوقتي الحمل 34 وشويه هضربه في المسافه ديت هيديني 54. طب ال 54 الحمل بيقول لي اطلع فوق. طب انا دلوقتي برسم من اليمين واحنا متفقين او احنا عارفين في الاستراكشر لما باجي ارسم الشير من اليمين بعكس، يعني انا دلوقتي لو الحمل بيقول لي اطلع فوق لا انا هنزل تحت. ناخد بالنا من الجزئيه ديت. خلاص جبنا اول قيمه اللي هي ال 20.6، عايز القيمه الثانيه. طب القيمه الثانيه دي اجيبها ازاي؟ برضو عندي نفس الحمل اللي هو ال 34 هيتضرب في المسافه دي كلها اللي هي ال 4 من 10 ديت وال 4 من 10 ديت اللي هي 8 من 10 هيديني رقم. طب ال 90 ذات نفسها دورها ظهر بقى، ده انا خلاص عديت ال 90، فانا هاخد الرقم ده اللي هو ال 34 في ال 8 من 10 هطرحه من ال 90 لان الاثنين عكس بعض، 90 نازله وال 34 وشويه ايه طالعه لفوق، هطرح الاثنين من بعض هيديني 69. طب ال 69 دي فوق ولا تحت؟ هشوف مين اللي كسب، هلاقي ان 90 هي اللي كسبت، فطبيعي 90 كسبت و90 بتقول لي انزل لتحت وانا برسم من الشمال فهرسمها لتحت. نيجي للجزئيه الثانيه، عايز ارسم عند وش العمود الثاني. بنفس الكلام هاخد ال 34 هضربها في المسافه دي كلها اللي هي ال 4.5 زائد 6 من 10 اديني 5.1 من 10، وهطرح منها كام؟ هطرح منها 90 بس لان لسه ال 140 تاثيرها لسه ما ظهرش، هتديني 75. طب ال 75 دي فوق ولا تحت؟ هبص هلاقي ان ال 34 لما اتضربت في المسافه دي كلها كسبت ال 90، وال 34 بتقول لي اطلع لفوق فانا رسمت لفوق. وانا كنت راسم القيمه ديت من ناحيه الكابولي الناحيه التانيه او ارسمها من الناحيه دي
بحيث ان انا اخد الحمل ال 34 في المسافة دي كلها واطرح منها ال 90 ومن ال 140 يديني 54 نفس القيمة، ولازم الشير يقفل معايا. اوصل بين القيمتين يبقى انا كده رسمت الشير. لما اجي ابص على الشير تمام، انا حسبت كل قيم الشير الممكنة ما فيهاش اي مشكلة. هيظهر لي ان انا عشان ارسم المومنت عشان اصمم القطاعات محتاج اكبر مومنت ممكن تعرض له القطاع او السيستم اللي عندي. طب انا دلوقتي عندي، انا عارف ان الماكسيمم مومنت بيحصل عند زيرو شير، فمحتاج احسب النقطة اللي الشير بقى عندها بصفر عشان احسب عندها الماكسيمم مومنت. طب احسب النقطة دي ازاي؟ انا دلوقتي كان عندي 34 بتقول لي اطلع لفوق، و90 هي الوحيدة اللي بتنزل لتحت، وانا ال 140 لسه تأثيرها ما ظهرش. فاخد ال 34 اضربها في مسافة اكس انا مش عارفها، يعني ال 34 اضربها في مسافة اكس انا مش عارفها واساويها بال 90. فالاكس اللي هتطلع لي دي هتبقى اني اكس، هتبقى اكس لما الشير بصفر، لان انا سويت الاتنين مع بعض، سويت الحمل اللي نازل اللي جاي من فوق اللي هو 90 بي الحمل اللي جاي من تحت. بس الحمل اللي جاي من تحت ده انا مش عارف هو هيصفر امتى بالظبط، فاخدت ال 34 ضربتها في مسافة اكس وسويتها بال 90، الرقم ده طلع 2 ايه و6 من 10. يبقى انا دلوقتي خدت ال 90 قسمتها على 34 ادتني 2.6 من 10. يبقى انا كنت ضربت الاكس في 90 وسويتها الاكس في ال 34 وسويتها ب 90، فطلعت لي ان مسافه الزيرو شير كام؟ الزيرو شير كام؟ 2.6 من 10. يبقى انا دلوقتي خلصت الشير بالكامل وعرفت مكان الزيرو شير. نفس الكلام هحسب المومنت، هحسب المومنت فين؟ هحسب المومنت على وش العمدان، واحسب مكان زياده كمان اللي هو الماكسيمم مومنت. طب احسب على وش العمود هنا ازاي؟ هاخد ال 34 اضربها في ال 4 من 10، يبقى انا كده خليتها كقوه. طب عايز اخليها كمومنت، هضربها في بعد تاثيرها عن النقطه اللي انا عايز احسب عندها، يبقى هضربها كمان في 2 من 10. فللتسهيل ومن كتر الحل انت بتكتشفوا ان انت بتاخد ال 34 ضربها في 4 من 10 تربيع على الاثنين، جبت اول قيمه اللي هي الجزئيه اللي هنا. طب الجزئيه الثانيه انا عايز احسب عند وش العمود الثاني، هاخد ال 34 هضربها في 8 من 10 تربيع على الاثنين، وهطرح منها 90 في 2 من 10. هكتشف ان 90 هي اللي كسبت، فالمومنت لفوق لان دي السهم بتاع 90 لفوق. تاني حاجة برضو احسب عند الكابولي ده واحسب عند النقطة دي بنفس الكلام، هيبقى لي نقطة كمان اللي هي الايه الماكسيمم مومنت. طب احسب الماكسيمم مومنت ازاي؟ عند زيرو شير، وانا لسه هسيب الزيرو شير، يبقى اخد ال 34 اضربها في ال 2.6 من 10 تربيع على الاثنين، هطرح منها 90 في المسافة ديت. طب المسافة ديت قد ايه؟ المسافة دي عبارة عن 2.6 من 10 ناقص ال 6 من 10 اللي هنا، يجيبني الماكسيمم مومنت اللي هنا اللي هو 63. يبقى انا بعد ما جبت الابعاد بالخرسانية حسبت حاجتين، حسبت رسمت الاحمال بناء على الابعاد اللي عندي، رسمت الشير ورسمت المومنت. الطبيعي ان انا اخد قيم الشير واخد قيم المومنت واروح اصمم القطاعات الخرسانة اللي عندي، بحيث ان انا اعرف الدبس اللي سيفني، عايز اجيب سمك الخرسانة اللي سيفني، وفي نفس الوقت اجيب قيم الحديد الممكنة. دلوقتي بعد ما حسبت جميع السترينج اكشن، قيم الشير وقيم المومنت، عايز اصمم القطاعات الخرسانية. اول حاجة بنبدأ بيها ان انا اجيب الدبس الناتج من المومنت. طب انا المومنت كان عندي كام؟ كان قيمة 63، يبقى ضربت الكي واحد في جذر المومنت على العرض اللي هو 230 اللي هو العرض الاساس كله، اداني حوالي 51 سم. يبقى انا دلوقتي عرفت ان الدبس اللي جاي من المومنت حوالي 51 سم. ممكن ازوده شويه واروح اشيك على الشير، او افرض الدبس بتاع الشير مجهول واروح اجيب الدبس بتاع الشير. انا دلوقتي عارف ان الشير، طب ارجع ابص على اكبر قيم شير، اكبر قيمه الشير كانت 75، واحنا عارفين ان الدبس بتاع الشير او قيم الشير اللي انا بصمم عليها بتبعد دي على الاتنين من وش العمود. فناخد ال 75 هضربها في ال 34.34 اللي هي القيمة ديت، هضربها في دي على الاتنين بحيث ان انا عايز ابعد دي على الاتنين من وش العمود، اديتني قيمة انا مش عارفها لان انا الدبس عندي مجهول، طلعت 75 وشوية ناقص 17 في الدي شي، هقسمها على البي. المفروض ان انا اقول ان كيو اكشوال اللي هي قيمتها 4.5 او 45 بتساوي كيو شير على البي في الدي. طب البي عندي 2.3 من 10، طب والدبس دبس مجهول، وخدت ال 4.5 اللي هي اقصى حاجه اقدر اوصل لها اللي هي كيو شير 4.5 كيلو جرام على السنتي اللي هي 45 طن على المتر مربع. من هنا اوصل لمعادله اجيب منها الدبس بتاع الشير، شفت ان الدبس بتاع الشير 62 و3 62 سنتي، فانا هقربه شويه هاخد الدبس 63 وهاخد السمك 70 سنتي.
فانا دلوقتي بعد ما شيكت على المومنت وشيكت على الشير، استقررت ان الدبس اللي سايف لي مومنت وسايف لي شير الاثنين مع بعض 63 سم و70 سم. الخطوه اللي بعد كده اللي انا هلجأ لحديد التسليح. دلوقتي لما اجي ابص على المساله، انا دلوقتي القاعده دي كومبايند، فعندي مومنت في الاتجاه الطولي وكمان في مومنت في الاتجاه العرضي هنلجأ له بعد كده. احنا راسمين بس الايه اللي في الاتجاه الطولي، فانا محتاج حديد في الاتجاه الطولي ومحتاج حديد في الاتجاه العرضي، والحديد اللي انا محتاجه في الاتجاه الطولي فوق وتحت، وكذلك الاتجاه العرضي محتاج حديد فوق وتحت لان القاعده كومبايند، ففي مومنت ظهر تحت وفي مومنت ظهر فوق، فمحتاج احط قيم مومنت، قيم حديد يكفي لي المومنت ده وحديد يكفي لي المومنت ده. ده كده في الاتجاه الطولي لوحده. فلما اجي ابص على الاتجاه الطولي عندي قطنتين هصمم عليهم، اقصى مومنت اللي هو 63 والحديد بتاعه هيبقى فوق، والمومنت اللي تحت كان قيمته 28 وده الحديد بتاعه هيبقى تحت. لما اجي ابص على التصميم، اول حاجه اللونج دايركشن، عندي اريا ستيل توب ام على الكيف دي، هاخد المومنت اللي هو 63 طلع لي الاريا ستيل 57، اخترت 23 فاي 18 على القاعده كلها، والقاعده كلها عرضها 2.3 متر. طب ده كده الحديد العلوي اللي في الاتجاه الطولي. طب انا عندي حديد سفلي، طب الحديد السفلي ده اصممه على ايه؟ اتفقنا ان انا اصممه على المومنت اللي هو 28، فخدت قيمه ال 28 جبت لها الاريا ستيل طلعت 13 فاي 16. يبقى انا دلوقتي هستخدم 23 فوق فاي 18 وتحت هستخدم 23 فاي 16. قيمتين الحديد دول الاتجاه الطولي فقط، واحد منهم هيتحط علوي في الاتجاه الطولي والتاني هيتحط سفلي في الاتجاه الطولي، انما الحديد العرضي اللي في الاتجاه التاني انا لسه ما حسبتوش. يبقى انا دلوقتي خلصت تصميم الاتجاه الطولي بالكامل، هلجأ بعد كده للاتجاه العرضي. دي خطوة ممكن تعملوها وممكن ما تعملوهاش، ان الطبيعي ان انت عارف ان الدبس بيتحسب من سنتر الحديد لحد وش الخرسانة. فانا دلوقتي انت دلوقتي عندك كنا واخدين الدبس 63، فلما اجي اصمم الاتجاه التاني الحديد بتحط فوق الحديد، فبطرح منه شبكة الحديد اللي انا هحطها تحت. ممكن تعمل الخطوة ديت وممكن ما تعملهاش، ونستخدم 63 للتقريب وده الاسهل. يبقى انا دلوقتي عايز اصمم الاتجاه العرضي. طب لما اجي ابص على الاتجاه العرضي هلاقي عندي، طب اصمم تحت العمود ده ولا اصمم تحت العمود ده ولا اصمم في النص؟ لا، احنا بنصمم تحت العمود ده تحت العمود ده، وفي النص بناخد المينيمم بتاع القطاع لان مفيش حمل عندي، وبفترض ان الحمل هيبقى متركز في المنطقه اللي حوالين العمود. ده مور سيف بالنسبه لي او مور كريتيكال بالنسبه لي، ان انا مخليش الحمل يونيفورم على المنطقه دي كلها. لا، اكيد الحمل اللي هو عند ال 140 هيبقى المنطقه دي فيها تركيز اجهادات شويه، وده اللي انا بفترضه في الاتجاه العرضي. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ ما اقولش ان ال 140 دي متوزعه في المنطقه دي كلها، او اقول ال 90 متوزعه في المنطقه دي كلها. لا، انا اقول ال 140 دي متوزعه في منطقه صغيره تبعه دي يمين ودبس شمال. يعني انا هاخد الدبس اللي انا حسبته من التصميم هاخده مره يمين وهاخده مره شمال، هقول ان المنطقه ديت هي اللي هيتركز فيها الحديد. طب احسب الكلام ده ازاي؟ انا دلوقتي هصمم تحت العمود الخارجي اللي هو كان حمله 90، قسمته على العرض عشان اجيبه حمل موزع بالطن على المتر الطولي. يعني دلوقتي اكن عندي شريحه فيها العمود وفيها حمل بالطن على المتر الطولي. طب انا دلوقتي الرفرفه في الاتجاه التاني كام؟ انا عندي البعد 2.3. طب بعد العمود كان كام؟ كان 40 سم. طرحت الاتنين من بعض وقسمت على الاتنين اداني الرفرفة 95، وكذلك العمود التاني الرفرفة بتاعته 95 سم، لأن العمودين كانوا في الاتجاه التاني كانوا 40 سم. طب أنا دلوقتي عايز أحسب المومنت، هاخد ال 39 أضربها في 95 مية تربيع على الاتنين، اديتني قيمة مومنت. قيمة المومنت اللي أنا حسبتها ديت متوزعة في مسافة. طب المسافة دي قد إيه؟ المسافة ديت عبارة عن عرض العمود زائد دبس يمين ودبس شمال. طب الدبس كان 63، طب لما اجي ابص هنا ده المسافه دي 40 بس، يبقى خلاص يبقى المومنت ده متوزع في مسافه محدده عباره عن عرض العمود وال 40 سم اللي هنا بس ودبس من الناحيه الثانيه بس. طب يبقى انا دلوقتي حسبت المومنت الاولاني، ومن المومنت الاولاني جبت الاريا ستيل وحولتها لعدد اسياخ. طب ايه الواحد 43؟ الواحد 43 دي زي ما اتفقنا عباره عن دبس من ناحيه اليمين اللي هي 63 سم، مضاف اليها عرض العمود اللي هو 40 سم، مضاف اليها 40 سم كمان اللي هي الرفرفة الخارجية اللي هي القيمة ديت، يديني 1.43.
يبقى انا دلوقتي صممت المومنت او جبت الحديد اللي في اتجاه العرضي في العمود الداخلي الخارجي فقط. طب الحديد ده كنت فوق ولا كنت تحت العمود ده؟ لما اجي انا اصمم اتجاه العرضي اكن عندي قاعده ايزوليتد بالظبط، فانا عارف ان المومنت بتاعها قيمته تحت، لان انا عندي حمل، وعندي حمل العمود 90 والاتجاه بس حمل ايه موزع، فانا عارف ان المومنت قيمته كلها كام، قيمة كل المومنت فين، تحت مش فوق، يعني مفيش اي مومنت فوق، فالحديد اللي انا جبته ده كل قيمته كلها هتبقى تحت. طب فوق هل هسيب القطاع فوق من غير حديد؟ طب ارص الشبكه العلويه على ايه؟ لا، بحط المينيمم بتاع القطاع. طب العمود الثاني بنفس الطريقه، اخد ال 140 اقسمها على 2.3، جبت حمل موزع، جبت الرفرفه اللي هي هتبقى 95 برضو، منها جبت المومنت، ومن المومنت جبت قيمه الاريا ستيل. اريا ستيل طلعت 13 في 16. طب ايه المسافه لواحد 86؟ الواحد 86 دي عباره عن 60 سم عرض العمود زائد 63 يمين و63 شمال. يبقى انا دلوقتي الحديد اللي انا جبته ده هيتوزع في المسافه ديت فقط، والحديد ده برضو قيمته تحت، وفوق هحط المينيمم بتاع القطاع. احنا نسينا حاجه مهمه، اللي احنا ما عملناش تشيك على البانشنج بتاع العمدان. في الكومبايند بيبقى البانشنج قيمته بنسبه كبيره بتبقى سيف، لان نتيجه عدم انتظام الاحمال او نتيجه ان حملين الاعمده مش قد بعض، فانا بكون مكبر زياده في الابعاد بحيث ان يسيف لي القطاعات بتاعه المومنت بتاع الشير، فبكتشف ان البانشنج سيف. طب برضو ده ما يمنعش ان انا لازم اشيك عليه. طب اشيك على البانشنج ازاي؟ اول حاجه اشيك تحت العمود ده وتحت العمود ده. طبعا العمود الاولاني كان حمله 140، طبعا مش هاخد ال 140 كلها، هطرح منها الكيو اكشوال اللي انا كنت جايبها في الاول خالص في المساحة اللي حوالين العمود. طب المساحة دي كنت بجيبها ازاي؟ كان عندي العمود 60 في 40، ببعد دي على الاتنين من كل اتجاه وبشوف الأبعاد عندي. طلعت الأبعاد 1.23، 1.3. جبت كيو بتاعة البانشنج قسمتها على البي، قسمتها على الدبس اللي هو 63 في المحيط. أنا عندي الباند ده 1.23، ده 1.3، ضربتهم في 2 جبت المحيط، طلع الكيو بتاع البانشنج 4.25، اقل من 9 يبقى الدنيا زي الفل. طب العمود التاني، العمود التاني كان 90، طرحت منه كيو اكشوال في المسافة حوالين العمود، العمود ده منتظم فهتطلع المسافة المساحة قد بعضها بالظبط. جبت كيو بانشنج قسمتها على الدبس في البي نود اللي هو المحيط، طلع 2.86، اقل من 9 يبقى الكلام ده سيف. الخطوة الأخيرة وهي الأهم، ان انا ارسم تفاصيل الحديد او الديتيلز بتاعت الجزء اللي فات ده كله، بحيث ان في الموقع المهندس مش هيبص على الكالكوليشن شيت ومش محتاج يبص على الكالكوليشن شيت. انت بتبقى مديله جدول فيه تفاصيل الابعاد الخرسانية والتسليح وكل حاجة، وبتبقى في نفس الوقت راسم له على اللوحة ديتيل على الاقل بحيث تبين له لو في حاجة مش واضحة في الجداول. طب ودي اللي بنرجع ليها كلنا كمهندسين، محدش بيبص على الكالكوليشن شيت، مهم طبعا، وهو هو اللي يأديك ان انت ترسم ديتيلة كويسة وصح وايكونوميك، ولكن في الاخر لما اجي انفذ قعد زي ديت في الموقع محتاج ابص على الديتيلة، مش محتاج ارجع للكالكوليشن شيت. طب الديتيلة دي عبارة عن ايه؟ تبقى اليفيشن وبلان زي ما احنا عارفين، وفي كل بعد لازم احط الابعاد كاملة واحط قيم الحديد كاملة. نيجي اول حاجة للاليفيشن. اول حاجه رسمت الحديد، رسمت الابعاد الخرسانيه، عندي عمود 60 عمود 40 المسافه ما بينهم، رسمت حدود القاعده كلها، رسمت حد الجار اللي كان هنا، يبقى انا كده رسمت جميع الابعاد الخرسانيه. نيجي بعد كده قيم الحديد. احنا كنا جايبين قيمتين للحديد، الحديد العلوي كان قيمته 23 فاي 18، والحديد السفلي كان قيمته 13 فاي 16. ده الحديد الطولي اللي هو باين قدامنا خط، رسمت الخط ده قيمته 23، شاورت عليه وقلت، رسمت الخط التاني وقلت القيمة بتاعته 13 في 16. يبقى أنا كده رسمت الحديد في الاتجاه كله. يبقى أنا دلوقتي رسمت الحديد في الاتجاه الطولي فوق وتحت وكتبت القيم بتاعته. طب تاني حاجة الحديد العرضي، اتفقنا إن الحديد العرضي اللي أنا حسبته كان تحت العمدان بس، يعني تحت العمود ده وتحت العمود ده، واتفقنا لو كان قيمته تحت حسبناه تحت العمود ده كان 9 في 16، في كانت متوزع في مسافة 1.43، وتحت العمود التاني
كان قيمته 13 في 16 وكانت مسافته 1.86. وبينت الكلام ده، قلت له ان المسافة من هنا لهنا قيمتها 1.86 وكان فيها 13 سيخ في 16، والمسافة من هنا لحد هنا كانت 1.43 وكان فيها 9 في 16. طب باقي المسافة ديت اعمل فيها ايه؟ احط المينيمم بتاع القطاع 5 في 12 في المتر. طب الجزئية اللي هنا ديت كان في برضه مسافة ان الدبس اللي هنا ما كانش مكفي لحد اخر القطاع، فكان في مسافه حوالي 65 سم هنا، حطيت فيها المينيمم اللي هو 5 في 12، هاخد الخمسه اضربها في ال65 هيطلع 3 وشويه، قربتها خليتها 4 في سياخ. ده انا دلوقتي الخطين بتوع الابعاد دول مهمين جدا، ان انا ارسم خط على الابعاد اللي عندي وارسم خط تاني عليه قيم الحديد اللي عندي، وقيم الحديد دي كلها حديد سفلي فقط. طب الحديد العلوي احط المينيمم لان انا ما عنديش قيم عزوم في المكان ده، حطيت 5 في 12. طب ايه الديولز دي؟ طب ايه الفاي 16 على كل متر ونص؟ طب انت متوقع الشبكه العلويه اللي احنا حطيناها ديت هتثبت ازاي؟ هتثبت على كراسي، فانا بقوم حاطط كراسي بتبان خطين منقطين من السيخ الحديد المنقط ده لسيخ الحديد المنقط ده، بحطها من اكتر قطر عندي او قطر مناسب، واظبط المسافه بتاعتها بتبقى من متر لمتر ونص، وبناء يعني بلا حسابات معينه. بس تقريبا انا دلوقتي عندي بختار، يفضل انا اختار اكبر قطر عندي اللي هو فاي 18، واحط مسافه من متر لمتر ونص. لو استخدمت اكبر قطر ممكن احط متر ونص، لو استخدمت مثلا قطر اقل شويه ممكن اقل المسافه خليها متر. تمام كده، انا هنا استخدمت فاي 16 كل متر ونص. ما انساش بعد كده ان انا ارسم الاشاير بتاعه العمود، ان انا انزل، هي طبعا هنا مش مرسومه بس انا لازم أن انزل اشاير العمود واخليها تركز هنا واخليها تركز هنا. لو مديني قيم الحديد بتاع العمود برسمها مظبوط زي ما هو مديني قيمها بالظبط، لو مش مديها لي بحطها انديكيشن بس ان في هنا اشاير بتاعه العمود. يبقى انا دلوقتي رسمت ايه الاليفيشن. هاجي للبلان، نيجي للبلان. اول حاجه رسمت الابعاد الخرسانيه، عندي العرض عندي الطول. قسمت البلان لجزئين، جزء هرسم فيه الحديد العلوي وجزء هرسم فيه الحديد السفلي. طبعا في الايزوليتد فوتنج كنت بعمل الكلام ده لان الحديد كله كان سفلي، فكنت برسم على القاعده كلها على بعضها، انما هنا لا، انا عندي حديد علوي وعندي حديد سفلي. طب نيجي للحديد العلوي. طب الحديد العلوي طبعا هو هنا مرسوم باكتر من شكل، ممكن ارسمه كده او كده او كده، الافضل طبعا اللي هو الشكل الاخير اللي انا ارسمه حرف ال زي ما احنا متعودين، بحاولش اقطع بقدر الامكان، ولو هقطع التزم بالتقطيع عند الاماكن المومنت فيها قيمه قليله، فانا ممكن ارسم الشكل ده. طب الشكل ده عباره عن ايه؟ انا كان عندي 13 في 16 تحت حديد طولي، و24 في 18 فوق، ده اللي انا كنت حاسبه كانوا 23، هو هنا خلاها 24 بحيث ان يحط هنا 12 وهنا 12، يمشي سيخ كده ومشي سيخ كده، بحيث ان خلى العدد ايه منتظم. لو انا كنت هعمل بالشكل ده كنت هحطهم 23 ما فيهاش مشكله، انما هو عشان يمشي سيخ حرف ال كده وسيخ التاني حرف ال كده عملها كام؟ عملها 12 و12، وحط تحت 13 فاي 16 اللي هو العدد الحديد اللي عندي. طب ده كده بالنسبه للحديد الطولي، الحديد الطولي اللي هنا والحديد الطولي اللي هنا. طب انا عندي كان حديد عرضي، الحديد العرضي اللي فوق كله اللي هو التوب كان 5 في 12 مش محتاجه في حاجه ان كان كله مينيمم. طب تحت، لا تحت كان مختلف بقى، كان في جزء هنا تحت العمود ده 13 في 16 اللي هي القيمه ديت، وتحت العمود ده كان في 9 في 16 وباقي القيمه كانت 5 في 12. يبقى انا دلوقتي كده رسمت جميع قيم الحديد الممكنه بابعاد كامله، حطيت حديد علوي حديد سفلي، رسمت اليفيشن رسمت بلان جميع القيم اللي ممكنه، حطيت اشاره العمود هي مش مرسومه هنا بس احنا هنرسمها. يبقى انا كده ايه حطيت كل القيم، رسمت المساله كامله كده، اخد الايه الفول مارك ان شاء الله. المثال التاني اللي معانا النهارده عباره عن حائط خرساني الكور بالمنظر ده. انا عندي دلوقتي في المنشآت الهاي رايز بيلدينج الارتفاعات عالية، بضطر ان انا اعمل حوالين الاسانسير
او حوالين بير السلم بعمل كور خرساني من الخرسانه، بحيث ان الجزء ده او العنصر ده يبقى قوي بحيث ان هو يتحمل اغلبيه حمل الزلزال. بيبقى عباره عن كور يا اما حرف ال يا اما على حرف يو، او مستطيل او مربع بالكامل مقفول بالكامل. اللي عندنا دلوقتي هو مقفول بالكامل، يبقى حمله الحمل اللي جاي عليه 22 طن على المتر الطولي. يبقى انا عندي حيطه خرسانيه، الحيطه الخرسانيه دي عباره عن 4 متر في 4 متر، المسافه الحمل اللي عليها 22 طن ونص لكل متر طولي، يعني كل متر من الحيطه الخرسانيه حملها 22 ونص طن. مدين هنا البيرنج كاباستي ب 1 كيلو جرام على السنتي، ومديني سمك الحيطة 30 سنتي، ومديني جميع الأبعاد، جميع العناصر، التفاصيل الخرسانية الممكنة، الـ FC والـ F والـ FS. أول حاجة ألجأ لها إن أنا عايز أصمم حاجة زي ديت، محتاج أجيب المساحة، فمحتاج أجيب محصلة الأحمال دي كلها. طب محصلة الحمل دي تبقى عبارة عن إيه؟ تبقى عبارة عن 22 ونص، هتتضرب في إيه؟ هتتضرب في المحيط. طب المحيط ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن 4 متر زائد 4 متر في 2، أو ده مربع يبقى طول الضلع في 4، يبقى 4 في 4. اداني إن المحصلة بتاعة الأحمال 360 طن. يبقى الكور ده كله لو أنا عايز حمله بالطن على بعضه عبارة عن 360 طن. طب أنا دلوقتي عايز أجيب المساحة اللي يقدر اللي أنا أجيبها أحسبها، بحيث إن يديني إن البيرنج كاباسيتي تبقى مسيف، أو الاسترس اللي على التربة مسيف. أعمل إيه؟ همشي بالعكس، هاخد الحمل هقسمه على البيرنج كاباسيتي. البيرنج كاباسيتي كانت كام؟ كانت 1 كيلو جرام على السنتي، يعني 10 طن على المتر المربع. يبقى خدت 360 قسمتها على 10 طلعت 36. طب ال 36 دي المساحة السيف اللي تخليني المنشأ ده أو الاسترس اللي على التربة سيف. طب أعمل إيه؟ حاولتها خليتها 6 في 6. يبقى أنا دلوقتي المنشأ كان 4 في 4، هعمل له أساس تحتيه عبارة عن 6 في 6. طب الاساس ده بقى هيبقى ابعاده ايه من الحيطه اللي عندي؟ انا عندي الحيطه كلها 4 في 4، يبقى انا لو رفرفت متر من جميع الاتجاهات هيديني في الاخر ان انا عندي الابعاد الخرسانيه اللي عندي بتاعه القاعده 6 في 6. يبقى انا دلوقتي اول حاجه حسبتها ان انا حسبت الحمل الكلي او جبت المحصله بتاعه الاحمال. طبعا الحمل هنا يونيفورم عشان الحمل منتظم على طول الحائط، فدي مساله تعتبر اسهل. بعد كده جبت الأبعاد الخرسانية لقيتها 36 متر مربع، حولتها لطول في عرض اتنين زي بعض 6 في 6. يبقى أنا دلوقتي أول حاجة جبت الأبعاد الخرسانية، محتاج إن أنا بعد كده أرسم السترينج أكشن وأصمم القطاعات. طب محتاج الكيو أكشن زي ما كل مرة، هل الأبعاد اللي أنا جبتها ديت مش ممكن أكون قربتها شوية، فالكيو أكشن اللي البيرنكة بس اللي كانت 10 تقل شوية؟ هو هنا عشان الكيو اكشوال او الاريا طالعه مظبوطه كرقم صحيح وما قربتش فيها، فهلاقي ان الكيو اكشوال ذات نفسها طلعت نفس البيرنج كاباستي 10 طن على المتر المربع. يبقى انا محتاج اصمم شريحتين، شريحه في الاتجاه ده وشريحه في الاتجاه ده، زي ما احنا عملنا في المساله اللي فاتت. صممنا الاتجاه الطولي والاتجاه العرضي، كان يعتبر ايزوليتد، كان يعتبر اسهل. انما هنا الاتجاهين زي بعض، الاتجاه ده يعتبر رئيسي والاتجاه التاني يعتبر رئيسي، وعشان الاتنين زي بعض فانا هصمم واحد ويبقى السكشن التاني او القطاع التاني زيه بالظبط، فانا هصمم قطاع واحد. يبقى انا دلوقتي اكن المسألة بالشكل ده، عندي حمل 22.5 طن هنا على المتر الطولي، وعندي 22.5 طن على المتر الطولي. انا خدت الاحمال بالطن على المتر الطولي، فانا قيم المومنت اللي هجيبها وقيم الشير هتبقى كلها مقسومة على المتر الطولي، فبالتالي قيم الحديد اللي انا هحسبها هتبقى برضو للمتر الطولي. طب 22.5 و22.5، عارف ان المحصلة 45، المحصلة بتأثر في النص، اكن دي المسألة بالظبط. عندي حيطة هنا وعندي حيطة هنا، البعد الكلي 6، البعد من هنا لهنا 4، وعندي الحمل ده 22.5 والحمل ده 22.5، اكن المسألة بالشكل ده. طب عايز اجيب الحمل الموزع اللي جاي من التربة، طب اجيب الحمل ده ازاي؟ الحمل ده سهل جدا، يا اما اجمع الحملين دول 22.5 22.5 يبقى 45، اقسمها على الستة متر تديني 7.5، او زي المسألة اللي فاتت اخد الكيو اللي جاي من تحت التربة اللي هي كانت 10، الكيو اللي عندي اللي من التربة كانت 10، اضربها في العشرة اللي جاية من التربة، اضربها في البعد التاني اللي هو 6 متر، وارجع تاني اقسمها على
اول اسهل هنا عشان انا شغال المساله كلها طن على المتر الطولي، ان انا اخد ال 22 ونص وال 22 ونص لما المحصله اقسمهم على ال 6 متر الطول اللي عندي بحيث يديني السبعة ونص. يبقى انا دلوقتي عندي statical system بالشكل ده، 22 ونص 22 ونص، عندي اللزبان كله اللي هو 6 متر، المسافة بين العمودين 4، المسافة من هنا لهنا 1 متر، وعندي 7 ونص. بنفس المبدأ ارسم الشير وبالطبيعي زي ما انتم ملاحظين ان هو يطلع سيمتريك، وفي نفس الوقت ارسم المومنت والنقطة الاضافية اللي انا اجيب الماكسيمم مومنت اللي عندي زيرو شير. اخد ال 22 ونص اقسمها على 7 ونص تديني 3 متر، وانا عارف ان الزيرو شير هيبقى في النص لان المساله متماثله عند ال 3 متر. احسب عن 3 متر طلع الماكسيمم مومنت ب 11 وربع. يبقى انا دلوقتي رسمت الشير، رسمت المومنت، محتاج ان انا اصمم القطاعات في الاتجاه اللي انا واخده والقطاع التاني زيه بالظبط. يبقى انا دلوقتي بعد حسبت المومنت جبت الدبس بتاع المومنت طلع 32 سم، قربت خليته 33، خدت الدبس 40. بعد كده محتاج ان انا اصمم الشير. الشير كان عندي 13 وشوية، احنا بنحسب الشير على بعد دي على الاتنين من وش العمود، بعدت دي على الاتنين خدت 7 ونص اللي هو الاجهاد، ضربته في دي على الاتنين طلع لي 12 وشوية. رحت شيكت بالابعاد اللي عندي اللي هي الدبس 33، طلع الشير 3.8 اقل من 4 ونص، يبقى سيف. يبقى الحديد اللي انا هجيبه ده بال11 وربع حديد توب ولا بوتوم؟ ارجع تاني ابص، لا الحديد ده طب. طب لو انا عايز اجيب حديد بوتوم، المومنت البوتوم كان 2.7، يبقى انا دلوقتي هاخد ال11 وربع جبت منها الاريا ستيل طلعوا 10.16 لكل متر. ليه لكل متر؟ لان المومنت اللي انا جايبه لكل متر عشان الاحمال اللي انا حاططها كانت لكل متر. طب ده كده الحديد العلوي في الاتجاه الرئيسي. طب انا دلوقتي عايز الحديد السفلي. طب المومنت احنا اتفقنا اللي هو كان 2.7 اللي احنا لسه شايفينه من السترينج اكشن، كان المومنت 2.7. طب اخد ال 2.7 اجيب لها المومنت طلع 4.62، خدت هيطلع اقل من المينيمم، خدت المينيمم اللي هو كام؟ 5.12. يبقى انا عندي حديد علوي 10.16 في المتر، وعندي حديد سفلي 5.12 في المتر. بعد كده محتاج اللي انا كنا شيكنا على الشير مفيش مشكله. طب انا دلوقتي جبت الحديد العلوي والسفلي اللي في اتجاه الطولي، اللي هو لما نيجي بص كده الحديد ده اللي هو طلع 10.16 في المتر، والحديد ده طلع 5.12 في المتر. طب الحديد العرضي اعمل فيه ايه؟ لما اجي ابص على المساله اصلا من الاول، احنا اتفقنا ان الحديد الطولي هيبقى نفس الحديد العرضي. انا صممت الشريحه اللي هي الاي اي، طب الشريحه بي بي هتبقى نفسها، حديدها الطولي العلوي هيبقى 10.16 في المتر، والسفلي هيبقى 5.12 في المتر، وده الحديد اللي هيبقى لي منقط لما اجي ارسم الديتيلة. لما اجي ابص على الديتيلة خلاص رسمت الابعاد الخرسانية اشار الاعمدة، الحديد ده اللي انا جبته اللي هو 5.12 اللي هو الحديد الايه الرئيسي اللي عندي السفلي اللي هو جاي من مومنت ال 2.7، الحديد اللي فوق 10.16 على المتر الطولي. طب الحديد المنقط ده ازاي بقى؟ الحديد المنقط اول حاجه الحديد القيم السفليه اللي هنا هتبقى نفس القيمه اللي هتبقى نفس القيمه دي، ان دي 5.12، والحديد اللي هنا 5.12، لان الحديد السفلي كله هيتصمم على مومنت 2.7. طب نيجي للحديد العلوي، الحديد الطولي 10.16. طب الحديد العرضي ده هيبقى 10.16 برضه، يعني المفروض قيمه الحديد العرضي ده القيمه ديت هتبقى 10.16، مش القيمة ديت هتبقى 10.16 مش 5.12، لأن ده 10.16 حديد رئيسي، وفي نفس الوقت القيمة ديت اللي في الاتجاه التاني هي برضو 10.16، لأن ده يعتبر الحديد الرئيسي اللي في الاتجاه التاني. رسمت الديتيلة بالشكل ده، رسمت الأبعاد اللي عندي اللي موجودة كلها، رسمت المسافة بتاعة التركيز دي يمين ودي شمال، رسمت فيها قيم الحديد اللي مش محتاج ان انا اعمل دي هنا لان الحديد السفلي كله 5.12، فمش محتاج ان انا اعمل حاجه زي ديت. حطيت 2.5.12 في المتر هنا و2.5.12 في المتر هنا، حطيت حديد رئيسي 10.16 في الاتجاهين، في الاتجاه ده وفي الاتجاه التاني. يبقى انا دلوقتي كده يعتبر صممت المساله كلها ورسمت تفاصيل الحديد الخاصه بها. ان شاء الله يكون السكشن مفيد بالنسبه لكم، ولو في اي استفسار احنا متواصلين مع بعض ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.